يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي متابعة تنفيذ مبادراته لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية عضو التحالف بتفعيل مبادرة مطابخ الخير لتقديم الوجبات المطهية وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تم تجهيز 6000 وجبة ساخنة في محافظة الفيوم، منهم 1500 وجبة بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق. وصرح مسؤول المؤسسة بأنه تم إنشاء منافذ لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين طبقا لقواعد بيانات دقيقة بالشراكة مع 100 شركة وتشغيل مطابخ خيرية لإنتاج 6000 وجبة مطهية يوميا بما يعادل 54000 وجبة يتم توزيعها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.